بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 75 بعد 100. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، واصل الشيخ رحمه الله الرد على نفاة نزول الرب سبحانه وتعالى كما صح في الحديث إلى سماء الدنيا، ويفند شبهاتهم فيقول: قول السائل كيف ينزل بمنزلة قوله كيف استوى، وقوله وكيف يسمع وكيف يبصر وكيف يعلم ويقدر وكيف يخلق ويرزق. وقد تقدم الجواب عن مثل هذا السؤال من أئمة الإسلام مثل مالك بن أنس وشيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن، فإنه قد روي من غير وجه أن سائلا سأل مالكا عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فأطرق مالك حتى علاه الرحضاء، ثم قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء، ثم أمر به فأخرج. ومثل هذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك، وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا، لكن ليس إسناده مما يعتمد عليه. وهكذا سائر الأئمة قولهم يوافق قول مالك في أن لا نعلم كيفية استوائه كما لا نعلم كيفية ذاته، ولكن نعلم المعنى الذي دل عليه الخطاب، فنعلم معنى الاستواء ولا نعلم كيفيته، وكذلك نعلم معنى النزول ولا نعلم كيفيته، ونعلم معنى السمع والبصر والعلم والقدرة ولا نعلم كيفية ذلك، ونعلم معنى الرحمة والغضب والرضا والفرح والضحك ولا نعلم كيفية ذلك، إلى أن قال رحمه الله: وإن كان المعترض من المثبتة للعلو ويقول إن الله فوق العرش، لكن لا يقر بنزوله، بل يقول بنزول ملك أو يقول بنزول أمره، إلى أن قال: فإن قلت الذي ينزل ملك، قيل هذا باطل من وجوه، منها أن الملائكة لا تزال تنزل بالليل والنهار إلى الأرض، كما قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. قال تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك، في الصحيحين عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. وكذلك ثبت في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله ملائكة سياحين يتبعون مجالس الذكر، فإذا مروا على قوم يذكرون الله تعالى يتنادون: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: ما يقول عبادي؟ قال: فيقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. الوجه الثاني أنه قال فيه: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. وهذه العبارة لا يجوز أن يقولها ملك عن الله، بل الذي يقول الملك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وذكر في البغض مثل ذلك. فالملك إذا نادى عن الله لا يتكلم بصيغة المخاطب، بل يقول: إن الله أمر بكذا وقال كذا. وهكذا إذا أمر السلطان مناديا ينادي، فإنه يقول: يا معشر الناس، أمر السلطان بكذا ونهى عن كذا ورسم كذا، لا يقول: أمرت بكذا ونهيت عن كذا، بل لو قال ذلك بودر إلى عقوبته. وهذا تأويل من التأويلات الجهمية القديمة، فإنهم تأولوا تكليم الله لموسى عليه السلام
لأنه أمر ملكا فكلمه، فقال لهم أهل السنة: لو كلمه ملك لم يقل إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، بل كان يقول المسيح عليه السلام: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. فالملائكة رسل الله إلى الأنبياء، تقول كما كان جبريل عليه السلام يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، ويقول: إن الله يأمرك بكذا، ويقول كذا، ولا يمكن أن يقول ملك من الملائكة: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، ولا يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، ولا يقول لا أسأل عن عبادي غيري، كما رواه النسائي وابن ماجه، سنده صحيح. ثم قال الشيخ: وإن تؤول ذلك بنزول رحمته أو غير ذلك، قيل: الرحمة التي تثبتها إما أن تكون عينا قائمة بنفسها، وإما أن تكون صفة قائمة في غيرها. فإن كانت عينا وقد نزلت إلى السماء الدنيا، لم يمكن أن تقول: من يدعوني فأستجيب له، كما لا يمكن الملك أن يقول ذلك. وإن كانت صفة من الصفات، فهي لا تقوم بنفسها، بل لا بد لها من محل، ثم لا يمكن الصفة أن تقول هذا الكلام ولا محلها. ثم إذا نزلت الرحمة إلى السماء الدنيا ولم تنزل إلينا، فأي منفعة لنا في ذلك؟ وإن قال: بل الرحمة ما ينزل على قلوب قوام الليل في تلك الساعة من حلاوة المناجاة والعبادة وطيب الدعاء والمعرفة، وما يحصل في القلوب من مزيد المعرفة بالله والإيمان به وذكره وتجليه لقلوب أوليائه، فإن هذا أمر معروف يعرفه قوام الليل. قيل له: حصول هذا في القلوب حق، ولكن هذا ينزل إلى الأرض، إلى قلوب عباده، لا ينزل إلى سماء الدنيا، ولا يصعد بعد نزوله، وهذا يوجد في القلوب، يبقى بعد طلوع الفجر، لكن هذا النور والبركة والرحمة التي في القلوب هي من آثار ما وصف به نفسه من نزوله بذاته سبحانه وتعالى، كما وصف نفسه بالنزول عشية عرفة في عدة أحاديث صحيحة، وبعضها في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه عز وجل لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم عرفة، إن الله ينزل إلى سماء الدنيا يباهي بأهل عرفة الملائكة، فيقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا يباهي بأهل عرفة الملائكة، ويقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا. فوصف أنه يدنو عشية عرفة إلى السماء الدنيا، ويباهي الملائكة بالحجيج، فيقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا، ما أراد هؤلاء. فإنه من المعلوم أن الحجيج عشية عرفة ينزل على قلوبهم من الإيمان والرحمة والنور والبركة ما لا يمكن التعبير عنه، لكن ليس هذا الذي في قلوبهم هو الذي يدنو إلى السماء الدنيا ويباهي الملائكة بالحجيج. وأيضا فيقال له: وصف نفسه بالنزول كوصفه في القرآن بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وبأنه استوى إلى السماء وهي دخان، وبأنه نادى موسى وناجاه في البقعة المباركة من الشجرة، والمجيء والإتيان في قوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، إلا أن تأتيهم الملائكة، أو يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك. وبهذا القدر نكتفي، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.